غطت الثلوج قمة جبال شمس في أكثر من مناسبة خلال اليومين الماضيين، والتي يبلغ ارتفاعها 3000 متر، حيث هبطت درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 3 درجات دون الصفر المئوي وسط أجواء قرصة البرودة. ويمتاز مناخ جبل شمس بالاعتدال صيفاً، إذ لا تتعدى درجات حرارته في الغالب 25 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة فيه بشكل لافت شتاءً، وقد تصل أحياناً إلى ما دون 5 درجات تحت الصفر، وتكون الأجواء جافة في أغلب الأحيان، إلا أن مرور الأخاديد بالتزامن مع هذا الانخفاض يتسبب بتساقط الثلوج، كما أن أدنى درجة حرارة مسجلة كانت في شهر يناير عام 2015، حيث بلغت 9.7 درجات تحت الصفر. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تبقى أجواء السلطنة تحت تأثير الأخدود الجوي خلال ما تبقى من اليوم الخميس ويوم غدا الجمعة، بحيث تهطل أمطار متفاوتة الغزارة خلال الساعات القادمة على أجزاء عدة من مسندم والبريمي وشمال الباطنة والظاهرة والداخلية، وأجزاء محدودة من جنوب الباطنة والوسطى وظفار. ومع ساعات الليل والليل المتأخر، وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية، يتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل العاصمة مسقط وشمال الشرقية وجنوب الباطنة، بالإضافة لأجزاء من جنوب الشرقية، وتكون هذه الهطولات ثلجية على قمم جبل شمس بإذن الله. ومن المتوقع أن تبقى أجواء السلطنة نهار يوم الجمعة تحت تأثير الأخدود الجوي، بحيث يكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم في أغلب المحافظات الشمالية، وتهطل الأمطار متفاوتة الغزارة في أجزاء واسعة من المحافظات الشمالية للسلطنة. كما وأنه من المتوقع أن تضعف فرص الأمطار تدريجيا بالاتجاه نحو ساعات المساء والليل، وبالرغم من ذلك تبقى فرص الأمطار واردة في بعض المناطق المحدودة. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.